بالنسبة لإخواني اللي راهم في مصر، وأنتم تنتظرون الجمعة اللي إن شاء الله سيفوز فيها الفريق الجزائري مرة أخرى وسيفرح الشعب الجزائري مرة أخرى، ما تنسوش شعارات الثورة الجزائرية، شعارات مدنية لا عسكرية، تسقط يسقط حكم العسكر، هذه جمهورية ماشي كازيرنا. وبالمناسبة حينما تقولونها في مصر فإنكم لا تقولونها فقط للعصابة في الجزائر، ولكن أيضا للعصابة التي تحكم مصر وتدمر مصر اليوم، عصابة السيسي وجنرالاته. إخواني لا أطيل عليكم، وأنا أعرف أن أكثركم مازال يحتفل، أحييكم، وغدا لنا لقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.